بيان دونك ركزوا معايا في المثال باش تفهموا بيان تو الزمرة جزئية. دونك المثال دونك بين أن مثلا زد زائد زمرة جزئية ل ار زائد بيان سيغ هادي راه بيناها زمرة في يعني في أول فقرة متفقين بيان. دونك بين أن زد بليس زمرة جزئية لي ار بليس. دونك كيفاش نبينو؟ نبينو بالخاصية ولا بالتعريف؟ بيان سيغ لي بغيتو، مي من الأحسن تبينو بالخاصية، حيت الخاصية فيها يعني شروط مسهلا على التعريف، حيت التعريف راه فيها ثلاثة ديال الشروط، ولكن الشرط الثالث راه فيه حتى هو ثلاثة ديال الشروط، أوكي رد البال، يعني اثنان زائد ثلاثة يعني خمس شروط، ولكن هنا عندنا غير ثلاثة، متفقين؟ بيان. بداو بي او هو سينتمي إلى أس، بيان سيغ العنصر المحايد بالنسبة لأخ بالنسبة لزائد في أخ هو صفر، متفقين؟ لدينا صفر كينتمي لزائد، يعني الشرط الأول تحقق لي. الشرط الثاني بيان سيغ ديال لا ستابيليتي، يعني ديال الاستقرارية، واش أش جزء مستقر؟ نعم، في الحالة أش هو زائد، بيان سيغ لكل إكس إيكغيك من زائد لدينا بيان سيغ لدينا إكس زائد إيكغيك كنتمي لزد، هذه بيان سيغ معروفة يعني اعتيادية. الشرط الأخير خاصنا ناخدو بيان سيغ لكل إكس كنتمي لزد لدينا بيان سيغ يوجد إكس موانز لي غناخدو هو ناقص إكس كنتمي لزد بيان سيغ، إلا كان إكس كنتمي لزد دونك ناقص إكس كنتمي لزد، وبالتالي فإن إكس زائد ناقص إكس بيان سيغ لي هي بيان سيغ إكس زائد إكس موانز، دونك إكس موانز بيان سيغ لانفيرس أولا سيميتريك أولا المماثل هو x موازا هو ناقص x، متفقين؟ دونك هادشي بيان سيغ كيساوي x ناقص x كيساوي صفر، دونك صفر ينتمي إلى الزاد، وبالتالي فإن كوا زمرة يعني مباشرة، فإن h في الحالة هي زيد عفوا، دونك بقيت غادي بh، دونك زاد حيت كنفكر في المثال اللي غنعطيكم من بعد. زد زائد زمرة جزئية من اخ زائد يا دوك نمسح ونعطيكم واحد المثال لي مهم بزاف، اوكي واحد المثال مهم بزاف اللي هو كيكون عبارة عن تمرين، والتمرين يعني كلاسيكي، اوكي بيان. دونك ركزوا معايا في هذا المثال حيت يعني كيكون عبارة عن تمرين، والتمرين كيتحط بزاف وكتقدروا تلقاو يعني تصرفوا معاه في الامتحان الوطني، اوكي بيان. شنو يعني المثال ديالنا والتمرين ديالنا؟ مثلا جي إطوال زمر لتكون جي إطوال زمر، و مثلا ا إطوال و بي إطوال، دونك هنا نحيدو نديرو فاصلة، اوكي زمرتين جزئيتين من جي إطوال، نضع اش مثلا كتساوي ا تقاطع بي، تقاطع ديال جوج ديال المجموعات او بي، يعني واحد المجموعة جزئية من جي، اوكي. دونك السؤال اللي كيطرحو عليكم بين ان اش زمرة جزئية، اش زمرة جزئية ل أو من مثلا من جي إطوال. دونك شوف معايا مزيان، يعني تقاطع زمرتين راه هو زمرة بيان. دونك افترضوا معايا ولا تخيلوا معايا أن هادي كاملة هي جي، متفقين؟ دونك في هاد الجي غناخد جوج ديال المجموعات، وحدة غنسميها أ وحدة بي، بحيث أن غنعطيك واحد الشرط مهم، غنعطيك بأن أ إطوال أو بي إطوال هم زمرتين جزئيتين، يعني تو سامبلومون شنو كتستنتج؟ أن بيان سيغ العنصر المحايد كينتمي، وكيفما خديتي يعني واحد جوج ديال العناصر راك تلقى بيان سيغ كينتمي،
وبيان سيغ حموماتي كينتاني بيان، يعني هادو هادشي يعني هادشي اللي كيتحقق ليا بيان سيغ كتعطيني هاد ا اطوال بي اطوال زمرتين جزئيتين بيان سيغ، هادشي هو اللي غنستعمل باش نبين انا اش زمر. شوف معايا فاش كنقول بيان سيغ لكل اكس كينتامي ل ا تقاطع بي، فهذا يكفي ان اكس كينتامي ل ا و اكس كينتامي ل بي، يعني كينتامي الاكس او بي في نفس الوقت، متفقين؟ يعني فاش كنقول يعني واحد الاكس كينتامي للتقاطع راه كينتامي ل ا وكينتامي ل بي في نفس الوقت. بيان دونك دابا كيفاش نبينو بيان سيغ ان ا زمره جزئيه؟ لاحظوا معايا مزيان، لدينا نكتبو بيان سيغ معطيات باش ما ندوخكمش. دونك ا ليطوال زمره جزئيه، اذا يعني عندنا ثلاثه ديال الشروط هما هادو. عندنا او يعني العنصر المحايد للجي كينتمي ل ا وينو. الشرط الثاني عندنا بيان سيغ لكل اكس ايغريك كينتمي ل ا لدينا شنو اكس ايطوال ايغريك كينتمي كذلك ل ا، وعندنا لكل اكس كينتمي ل ا يوجد واحد اكس موازا كينتمي ل ا، يعني المماثل، بحيث ان بيان سيغ اكس موازا هو المماثل، يعني اكس ايطوال x موانزا كيساوي x موانزا إطوال x كيساوي العنصر المحايد. هذه بالنسبة هما يعني الأشياء اللي عطاتها لنا بأن A زمرة جزئية. بيان نفس الشيء مع B إطوال زمرة جزئية. بيان إذا شنو غيعطينا؟ كذلك ثلاثة ديال الحوايج، عطانا بأن E كينتمي ل B، وعطانا لكل x y كينتمي ل B لدينا اكس ايطوال ايغري كينتمي كذلك ل بي، وعندنا الشرط الثالث لكل اكس ينتمي الى بي، دونك إل إكزيست يعني يوجد واحد اكس موازا كينتمي كذلك ل بي، بحيث ان بيان سيغ اكس موازا هو المماثل ديال اكس، متفقين ولا لا؟ يساوي او، او هو العنصر المحايد ديال جي ديال الجروب، متفقين؟ دونك هادشي عطاه لينا يعني لي دوني او عطاتهم لينا معطيات التمرين. بيان دونك دابا خصني نبين ان اس زمره، دونك هادشي فاش يفيدنا بيان زمره هادشي اللي غيفيدنا. اوكي بيان دونك لاحظوا معايا نكتب لكم يعني الحل بالازرق. دونك لاحظوا معايا لدينا، شوف معايا او كينتمي ل ا ها هي، و او ينتمي الى بي، دونك هادشي يكافي. شنو درت لكم هنا؟ التكافؤ. إذا كان عندنا هذا وهذا إكس ينتمي إلى أ وإكس ينتمي إلى بي، دونك إكس ينتمي إلى التقاطع ديالهم، دونك أو كينتمي لأ تقاطع بي، يعني أ تقاطع بي هي أش، دونك يعني أو كينتمي لأش. بيان دونك أول شرط بيناه، بقى لنا الشرط الثاني لكل، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني لكل إكس إيكغي كينتمي ليش لأش، إذا هادشي يكافئ أن إكس كينتمي لأ، أولا إكس وإيكغي بجوجهم كينتميو لأ. و بيان سيغ إكس إيكغيك كينتميو لبي، دونك كينتميو لأ، خصني نزيد إيكغيك، إكس و إيكغيك كينتميو لأ، و إكس إيكغيك كينتميو كذلك لبي، يعني كينتميو لأ و بي في نفس الوقت، دونك يكافي. شوف معايا، إكس و إيكغيك كينتميو لأ، إكس إيكغيك كينتميو لأ، دونك إكس إطوال إيكغيك كينتميو لأ، يعني حيت أ زمرة جزئية. و اكس ايغريك كينتمي ل بي، اكس ايغريك كينتمي ل بي، دونك اكس ايطوال ايغريك كينتمي كذلك ل بي، دونك لاحظوا معايا هذا كينتمي ل بي وهذا كينتمي ل ا وهذا هو نفسه هذا، دونك يعني هادشي كيكافئ ان اكس ايطوال ايغريك كينتمي ل ا تقاطع بي، و ا تقاطع بي هي اش. قال لي الشرط الثالث، دونك مسحنا، دونك الشرط الثالث لبسات بزاف. بيان سيغ شنو خصنا؟ بقالنا المماثل، دونك شوف معايا لكل إكس كينتمي لأش، دونك يعني هادشي يكافي أن إكس كينتمي للتقاطع ديالهم، والتقاطع هي يعني كينتمي لأ وكينتمي لبي في نفس الوقت، يعني إكس كينتمي لأ وإكس كينتمي لبي، دونك إلا كان إكس ينتمي لأ، دونك يوجد واحد إكس موازا، بيان سيغ كينتمي لأ، وبيان سيغ ويوجد واحد إكس موازا كينتمي لبي، نديرو ليه مثلا، وبيان سيغ حيت نفس إكس. دونك قلنا بان المماثل راه كيكون واحد، بينا هادشي اوكي، دونك يعني داكشي اللي غندير لكم نفس اكس موانزا، دونك يعني اكس موانزا اكس موانزا، دونك يعني اكس موانزا يعني يوجد اكس موانزا كينتمي ل ا تقاطع بي اللي هي اش، وبالتالي فان عندنا ثلاثة ديال الشروط تحققوا لنا، وبالتالي
اش ملها زمره جزئيه من جي ادوار. يعني بخلاصه ان تقاطع زمرتين جزئيتين فهي زمره جزئيه.